معنا الدكتور محمد أبو مطر، أستاذ القانون العام بجامعة الأزهر في فلسطين. أهلا وسهلا يا دكتور، أظنك تابعت هذه المحاكمة التي تجري على أرض لاهاي من خلال محكمة العدل الدولية. اليوم حاول يعني المسؤول الإسرائيلي أو فريق الدفاع الإسرائيلي تبرير الجرائم بأن حماس هي التي تريد الإبادة الجماعية وأن إسرائيل لم ترتكب هذه الإبادة، وبدأ في توجيه الاتهامات للعديد من الأطراف. مسار هذه المحاكمة كيف تراه؟ يعني بداية أخي مصطفى، يعني أعتقد أنه وكيل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية خطابه كان ركيك للغاية ويعكس ضعف الخطاب القانوني الإسرائيلي، لأن إسرائيل غير قادرة على التقطيع على جريمة الإبادة الجماعية التي رفعت الدعوة بشأنها أمام محكمة العدل الدولية. وإن سمحت لي في تفنيد بعض الإدعاءات التي وردت في خطاب وكيل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، عندما يتحدث عن الهولوكوست ويتحدث على أن اليهود هم من كان لهم الدور الأكبر في صياغة هذه الاتفاقية، هذا خطاب إنشائي لا علاقة له بالدعوة، وهذا الخطاب إنما يريد فيه أن يدغدغ مشاعر المحكمة فيما يتعلق بمسألة الهولوكوست واستحضارها في وقت لم تعد لهذه المسألة أهمية أمام المحكمة. الأمر الثاني يتحدث فيه أن إسرائيل تدافع عن نفسها. هذه مغالطة كبيرة في إطار القانون الدولي، لأن قطاع غزة يعتبر جزء من إقليم محتل. حتى عندما قامت إسرائيل بفك الارتباط عام 2005، فإن إسرائيل ظلت محتفظة بالسيطرة الفعلية على الإقليم جوا وبحرا، وقامت إسرائيل أيضا فيما بعد بفرض حصار، فهي التي أصبحت تمتلك السلطة الفعلية، وفي إطار القانون الدولي الاحتلال يصنف على أنه السيطرة الفعلية على إقليم، والإقليم يشمل الإقليم البحري والجوي والبري. حتى أن إسرائيل لا زالت تتحكم في دخول البضائع إلى قطاع غزة، ولا زالت تتحكم حتى في السجل المدني للفلسطينيين، وبالتالي هي من حيث الوضع القانوني هي سلطة احتلال، وهذا يجعل أو في إطار القانون الدولي يجعل أن الإقليم المحتل له أن يواجه هذا الاحتلال بالمقاومة المسلحة، وبالتالي لا يجوز لها أن تدعي أنها تقوم بالدفاع عن نفسها. مسألة أخرى، عندما يتحدث بأن الاتفاقية ليست مجال للتطبيق في إطار الحرب على غزة، هنا يعني هذا إسفاف قانوني ومغالطة قانونية كبيرة، وأنا يعني أتعجب على مثل هذه المغالطة. الاتفاقية عندما تحدثت عن أفعال ترتكب ولم تحدد النطاق الزمني ولا المكاني، ولا يعنيها في هذه الاتفاقية الإطار الذي ترتكب فيه، سواء كان في إطار حرب أو في إطار نزاع مسلح، وما يعنيها تلك الأفعال التي تشكل جريمة الإبادة والتي تستهدف التدمير الكلي والجزئي لإطار جماعة وطنية أو قومية أو إثنية أو دينية، سواء بالقتل للأفراد الجماعة أو بالحاق الأزل الجسدي أو حتى بإخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير الكلي أو الجزئي لأفراد الجماعة. أيضا عندما يتحدث جنوب إفريقيا ويقول بأن يعني جنوب إفريقيا تشوه الحقيقة أو تشوه ما يحدث في غزة، كيف تشوه وأن جنوب إفريقيا استندت إلى تقارير صادرة عن منظمات أممية ودولية، مفوضية شؤون اللاجئين، مفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وهذه تتمتع بمصداقية أمام القضاء الدولي وتتمتع بمصداقية أمام مؤسسات الأمم المتحدة. أيضا عندما يتحدث حتى عندما تحدث عن مصر فيما يتعلق بأنها هي التي لا تقوم بمنع المساعدات، أعتقد يعني هذا نوع من خلط الأوراق. من الذي قام بقصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني؟ من الذي هدد باستهداف أي شاحنات أو مساعدات تدخل من مصر إلى قطاع غزة؟ فهذا نوع من التهرب من المسؤولية. أيضا يعني عندما يتحدث فيما يتعلق بأنه يعني إسرائيل يعني تحاول أن تدافع عن نفسها وأن وقف الهجمات سيحد من قدرة إسرائيل في الدفاع عن النفس، أعتقد أنه هذا أيضا نوع من الضعف في 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 الحجة التي تقدمها إسرائيل، ويدلل على ارتكابها للجريمة، بل هي تتبجح وتطالب باستمرار هذه الجريمة، مما يعني أن إسرائيل لا تمتلك أي سند قانوني يواجه الادعاء بارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية. فيما يتعلق بالمطار، نحن ننتظر البت في التدابير الاحتياطية التي طالبت بها جنوب إفريقيا فيما يتعلق بوقف الهجمات العسكرية، فيما يتعلق بمنع إسرائيل بالقيام بدعم أي جهة أو منظمة تتبع لها باستمرار ارتكاب هذه الجريمة، فيما يتعلق أيضا بضرورة قيام إسرائيل والتزامها بعدم التحريض أو ارتكاب مثل هذه الجريمة، بقيام إسرائيل بالاحتفاظ بالأدلة التي تدين هذه الجريمة، بقيام إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات لقطاع غزة وتمكين أهل قطاع غزة
من مقومات الحياة من ماء وغذاء وغيره. فبالتالي نحن ننتظر أن تأخذ المحكمة قرارها بشأن إلزام إسرائيل باتخاذ هذه التدابير لحين الفصل في الدعوة. شكرا لك يا دكتور محمد أبو مطر، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الأزهر فرع فلسطين.